عم السيد زيتون احد العاملين في مجال النحاس من فتره طويله جدا، كنت عايز اعرف منك امتى بدات الصنعه دي؟ من قلت لك ان بدات مع عائلتي وانا عندي 10 11 سنه. ما حوالي كم سنة تقريبا؟ ما حوالي يعني هنقول 50 سنة. 50 سنة. 50 سنة. ايه نوعية الشغل اللي انت كنت شغال عليه زمان؟ كنا بنعمل ايدر الخان الخليلي وبريق وبراريق، حاجات كتير قوي بنعملها الخان الخليلي. بس لما السياحة وقفت العمل كله. بقينا كل واحد بيعمل حاجة ما عادش بيعملها. اللي كان بينزل عشان ياخد حاجه ما عادش بينزل، كل ده راح. انما الوقت اللي انت فيه دلوقتي بتعمل هليله، بنعمل حلقه بتاع حلقه حلاوه، بنعمل صنيق كنافه كده. تشتغلوا على النحاس الخام ولا على الخرده؟ لا خام. ايه هو في خام دلوقتي؟ الخام غالي، الخام دلوقتي معدي 200 و 200 وشويه. وصلنا حوالي 200,000 جنيه. ما بنشتغلش فيه، احنا بنشتغل على القديم. بتعيدوا تدويره تاني؟ بنعيد تدويره تاني، يعني بنجيب الصينيه نفردها عشان نعملها صينيه كنافه. دي اساسا كانت بتاعه الفلاح، يجي ياخدها يكسي، وبعد ما يكسي يرجع يحلني بقى، بما يجي بقى يفكر يبيعها تاني. لما بدات المهنه كان كيلو النحاس بكام؟ لا ده كيلو النحاس كان بجنيه. وكان ب80 سنت في الوقت اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو في 50 سنه كان بجنيه. العروسه اللي كانت بتجي لكم عايزه تجهز نفسها بقى كانت بتاخد ايه؟ ده بتاخد حاجات كتير، زي طشت الغسيل والصينيه اللي بقول لك عليها بتتعمل دلوقتي صينيه كنافه، وبتاخد شاورمات وحلل وصواني، كل ده كله نحاس. كله نحاس. ايه تعرف الالمونيا ده خالص؟ كان في الالمونيا بس عيب اما تودي الالمونيا. عيب اما تودي الالمونيا تبقى وحشه في حق العروسه. لا الاسره كلها مش العروسه لوحديها. كان عشان ياخدوا حته الالمونيا كانوا يغطوها من مبانش عشان ما حدش يشوفها، وتخش البيت ما حدش يشوفها، انما تنكشف وده شرايح وده جاي يشوفها. لا كانت مصنعيتك كام في الوقت ده؟ اجرتك ما كانتش بقى المصنعيه، كنا بنشتغل وفي نفس الوقت بنعمل يعني تجاره، مش بنجيبه بجنيه بنبيعه ب2 جنيه ونص كده، انما ما بنفكرش ان احنا نشتغل بالاجره. اجره لا، اجره ما كانتش تعمل حاجه. في زباين لسه مرتبطه بيك بتيجي لحد دلوقتي من زمان متعود على المكان؟ لا ما عادش بقى، بقول لك اللي كانوا من مصر كله مشي، ما عادش منهم حد بيجي، لان ما عادش في شغل اللي بينزل. طيب لما كنتوا بتعملوا شغل للسياحه كنتوا بتعملوا ايه؟ كان مطلوب قوي والسواح بيدوروا عليه. هم كانوا بيدوروا على الحته القديمه اللي هي بقى لها 50 سنة، اللي بقى لها 20 سنة، اللي بقى لها 30 سنة، اللي بقى لها مثلا أي حاجة، أي حاجة، صينية، باظة، أبريق، يعني تشابه كتير. كانوا بيدوروا عليها عشان ديت من القديم، وكان بيدور على الأبريق المحلاوي، بيبقى في أبريق كده محلاوي ده كان بيدوروا عليه برضه. وكان في حنفيه زمان كانت نحاس برضه كده. ما احنا دي بقى كانت بتاع الفلاح. بياخدها مع العفش والابريق، كانوا بياخدوا كل ده بياخدوه معاه. بتعملوا ايه لما يجي حد مثلا كان يقول لكم انا عايز المع حته النحاس دي؟ بنلمعها له في فرشه وفي غسيل الاول، بتتعمل ترجعوها لاصلها تاني. بنرجعها تاني لميتها الاولانيه تاني. طب ايه الحاجات اللي انتم شغالين عليها دلوقتي بقى بالظبط في النحاس؟ اللي شغالين عليه دلوقتي حله الحلاوه، صينيه كنافه، هلال، غير بقى ان تيجي واحد جايب صور عايز يعمل اللي فيها. عايزها نحاس. عايزها نحاس، فاحنا بنعملها له.
قدره الفول اللي هي بتبقى عرض اللي هي بتبقى عند التاجر عند بتاع الاكل كده محطوطه الصفرة دي بنعملها برضو. اسعار الحاجات دي ايه دلوقتي بقى يا عم سيد؟ اسعارها غاليه بقى. انا واحد جه قال لك انا عايز اعمل صينيه كبيره مثلا احطها في محل حلويات بتتكلف في حدود كام؟ ما هو على حسب الطلب اللي بينطلب. في حاجات مثلا ما فيهاش لا بيبدا مثلا كيلو مثلا بياخذوا مثلا ب 2 جنيه ب 20 جنيه ب 15 جنيه 17 جنيه بتوزنها له. طب ايه الادوات اللي انت بتستخدمها في الصنعه بتاعتك بقى؟ العدد اللي عندك دي كلها الاساس بتاعك مقص وكيس والعده اللي جوه ديت ما كلها بتشتغل. اسميها ايه بقى؟ انا عايز اعرف اسماء العده اللي انت شغال. مش هتسمع في مدور صورها بعد كده. ما في مدور وفي ضفر وفي اسطنبولي وفي مجله وفي حاجه كل دي بتشتغل. الصنايعيه دلوقتي قالوا عن زمان في مجال النحاس؟ لا ما عادش في صنايعيه. الصنايعي دلوقتي ده ابني والتاني ابني ما عنديش حد في الصنايعي. هم شغالين معايا لان حد غريب. لا مفيش حد غريب لان انا خلاص بقى يعني سنه ولا اتنين كمان واقول لهم سلام عليكم بقى كفايه. يديك الصحه. طب انت اول واحد اشتغل في المهنه دي في العيله ولا كان الجد كان شغال او والد؟ والد كان شغال. ما هو اللي علمني والد. اسمه ايه الحاج؟ زيتونه. هو اللي بدأ الصنعة دي يعني كده احنا بنقول ايه السيد زيتونة. هو اللي كان بيوصيك بايه في الصنعة بقى والتعامل مع الزباين؟ كان التعامل مع الزباين دي سابها لي بقى لما ايه يعني بقيت حلو 15 سنة. قلت له بقى اقعد انت بقى خلاص كفاية عليك كده. 15 سنة قعدته في البيت؟ لا كان معايا بيجي يقعد بس يتفرج وانا بشتغل وانا بعمل. طب الابناء اتعلموا المهنه من سن كام بقى؟ لا الابناء بقى اتعلمت من 20 وانت طالع بقى. شالوا مسؤوليه من سن كام؟ طبعا الجو ده متجوز وده متجوز يعني الحمد لله يعني. توصيهم بايه بقى بالنسبه للصنعه؟ توصيهم بايه؟ انا بقول لهم خلي بالكم من المحل ديت اكلكم ودي شربكم وده اكل عيشكم. اول ما بدات كان في نفس المحل ده؟ ايه؟ نفس المحل ده ولا في مكان تاني؟ لا كنت في مكان تاني بعيد عن السيد البدوي. لا هنا في نفس المكان برضه بس كنت في السوق بقى قدام شويه. المكان ده مأجره ولا ملك؟ لا ملك. كان الايجار في الوقت ده والتمليك بكام؟ بجنيه. بجنيه؟ بجنيه. بجنيه. ربنا يديك الصحة. لما وصل 100 جنيه ووصل 150 والنهارده ما عادش حد بقى بيأجر دلوقتي اللي بيشتري بيقعد في قلب المدينة. بالنسبة لتطوير الصنعة بقى أنت اللي بتفكر في التطوير ولا الأبناء هم اللي بيتطوروا؟ والله إحنا بنعمل المطلوب قدام مننا. التطوير ده لما بيجي واحد غريب من بره وجايب حاجه معاه بيقول لك انا عايز زي دي نفس الشكل ده. نفس الشكل ده انت بتشتغلها ولا الابناء؟ لا انا اللي بشتغلها وبعدين هم بيساعدوني فيها. عندك كم عندك كم من الابناء يا حاج سيد؟ اولادك كم؟ اولادي 3 صبيان و3 بنات. الثلاثه بيشتغلوا معاك في مهنه النحاس؟ لا 2 بس معايا هنا وواحد تحت مع اخوه. لا عمو تحت. ربنا يديك الصحة يا عم سيد. سعداء بمعرفة حضرتك. شكرا جزيلا. الحمد لله.